نشوف بقى مع بعض ازاي ان احنا نحط الوان معينة في الرسم، وشكل الخط بتاعي ازاي نتحكم فيه. ماشي، طب بس هنعمل ايه؟ مسح للشاشة ديت سي ال سي، بس نخلي بالنا ان انا عندي كل اللي موجود، يعني الفي والام والاي دول كلهم موجودين، اللي هم اخر حاجة عملتهم اللي هي ديت دي هتبقى موجودة عندي، والاي دي هتكون موجودة برضك، والفي دي هي اللي موجودة. بس هنمسح عشان نشتغل على ايه؟ نظافة. فاكتب بلوت للايه؟ للام مع الفي، ام مع الفي. ماشي، وبعد كده بكتب بقى الحاجات اللي انا عايزها، باخد كومة واحطهم بين ابوستروف. اول حاجة لون الخط، فخليه بلو، لونه ازرق. بعد كده نوع الخط، هخليه له خط متماسك سوليد اهوت، علامة الناقص. وعايز اعمل علامة كروس او اكس عند نقطة التقاطع او عند نقطة الايه التعويض، يعني اكس. واقفل الابوستروف، واقفل القوس. تعالى كده نشوف الرسمة، اهو الخط متماسك وعند نقطة التعويض عمل لي ايه؟ كروس 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 كروس. طب ممكن احنا نخليه بدل ما هو مثلا بلون نخليه احمر، نجرب اهو، شيل دي كده نخليه احمر. ممكن نخلي نوع الخط مثلا منقط، نشيل دي نعمل كولوم. ماشي، شوف النتيجة اهوت، منقط احمر وفي كروس فين؟ في نقطة التعويض. ممكن طبعا نحط بقى تايتل زي ما احنا عارفين، نحط اكس ليبل واي ليبل زي ما نشوف كده، ونسميه فيجر واحد برضك، فيجر واحد. ويبقى انت تعمل ايه بقى الاكس والواي وكده، اهي فيجر واحد. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نطلع الوان على الرسم، وازاي نتحكم في شكل الخط، وازاي نعرف اماكن او نقطة التعويض بتاعتي باشكال معينة. طب هل هما بس الازرق والاحمر هما اللي موجودين، وخط السوليد والمنقط بس؟ لا، ده في كتير جدا، في حاجات كتير جدا. فاحنا لو عايزين مثلا نشوف الحكاية ديت، ممكن نكتب هيلب هيلب المسافة، نكتب بلوت. شوف كده هيحصل ايه بقى، هيديني قايمة، وهذه الجزئية اللي ايه انا مهتم بيها وعايز اشوفها اهي. الوان، اول حاجة ده اللون، ودي العلامات اللي ممكن تتحط، ودوت ايه نوعية الخط سوليد دوتد اللي هو الكولوم، والداش دوت اللي هو علامة ماينس، وبعد كده دوت وداش اللي هو اتنين ماينس جنب بعضي. ودي علامات الايه اللي ممكن تتحط عندي على الايه على نقط التعويض، ودي الالوان. ودي عندي طريقة ايه وضع الامر بلوت باللون والعلامة ونوع الخط. ماشي، زي ما اتعلمنا مع بعض. ممكن تقرا الفايل دوت وتشوف اللي فيه، وتعرف ترسم ازاي بالطريقة اللي اتعلمناها مع بعض. طيب لو عايز ارسم بقى اكتر من رسمة في نفس الرسمة بتاعتي اعمل ايه؟ نشوف الاول البولينوميال اللي عندي ايه، بكام؟ بواحد وتلاتة وخمسة. وبعدين الام بعوض بالام من سالب اتنين لغاية خمسة، من سالب اتنين لغاية خمسة، وهعوض الاكس بتساوي بولي فال ما بين الاي والام، وهدخل فيكتور تاني اسمه بي، اتنين واربعة وستة، اتنين و ال بتساوي من سالب خمسة لغاية اربعة، من سالب خمسة لحد اربعة،
والواي بتساوي بولي فال ما بين البي والال، وبعد كده هكتب امر بلوت للرسمتين مع بعض. بلوت اول حاجة خليه يرسم للام مع الاكس بشروط معينة او بشكل معين، وليكن الخط لونه احمر من نوعية داش دوت داش دوت، واللون او العلامة عندنا لون احمر، العلامة او، ماشي. بعد كده هاخد برضك كومة وارسم الخط التاني اللي هو ال ال مع الواي، ال والواي، يبقى كده رسمت خطين في نفس الامر بشكل جديد، وليكن اخضر جرين دوتد والعلامة سكوير. شوف الرسمة هتطلع اهو مع الرسمة اهي، نلاحظ عمل ايه. انا قلت له بالاخضر عمل بالاخضر وسكوير ونقط، وده داش دوت احمر والعلامات بتاعتي او او دوائر. نكتب بقى كمان تايتل واكس ليبل واي ليبل. تايتل فيجر واحد وكمان اكس ليبل وليكن اكس وواي ليبل، وليكن واي. شوف النتيجة، هو اتحط الواي والاكس وفيجر واحد والرسمتين زي ما شفناهم قبل كده. يبقى احنا كده ممكن نرسم رسمتين، ممكن نرسم ثلاثة زي ما احنا عايزين في نفس الرسم. طبعا هنا لو نفذت اي امر بلوت تاني بعد الكلام دوت هيمسح ايه الرسمة دي ويرسم من جديد رسمة عليها. طيب افرض ان عايز اخلي الويندو دي موجودة وارسم في ويندو جديدة، نعمل ايه؟ خليها تحت، فنكتب امر اسمه ايه فيجر. فيجر يعني افتح لي رسمة فيجر، ماشي. وبعد كده طبعا هيسمولي فيجر ايه، فيجر 2، رسمة فاضية اهي. اقول له بقى اللي انا هستخدمه هو فيجر ايه 2، يبقى انا هستخدم فيجر 2 وده اللي هشتغل عليه، هو ده اللي اشتغل. طبعا انا كتبتها غلط، المفروض فيجر 2 ال 2 بين قوسين، يبقى هو يمسك ايه فيجر 2 ويرسم فيه. اللي جاي بقى اللي هيترسم في فيجر 2 هنقول مثلا ان تي بتساوي من صفر لباي على 100 لاتنين باي، من صفر لباي على 100 لكام؟ لاتنين باي، اتنين في باي. وبعدين الواي بتساوي ساين تي، واي بتساوي ساين اوف تي سيمي كولون. بعد كده اقول له بلوت ارسم لي التي مع الواي، التي والواي مع بعض. شوف النتيجة، نفتح فيجر 2 اهوت، ودي فيجر 1 زي ما هو ما تغيرش. طب تعال نفتح فيجر جديد وليكن فيجر 3، نكتب له امر فيجر الاول، بعد كده اكتب له فيجر 3 هو اللي هستخدمه في الرسم اللي جاي، وبعد كده اكتب له الايه الحاجة اللي هرسمها فيه. فاقول مثلا ان عندي واي بتساوي ساين تي، واي بتساوي ساين
اوف تي واي واحد، واي واحد بتساوي ساين اوف تي ناقص ربع ساين اوف تي ناقص بوينت 2 5 واي 2، واي 2 بيساوي ساين تي ناقص بوينت 5. بعد كده هكتب له امر بلوت للتلاتة مع بعض. طبعا لما يجي يرسم تلاتة مع بعض من غير ما احدد له الوان، هو هيحط الوان افتراضية من عنده عشان يفرق بينهم، يعني مش هترسم كلهم بلون واحد. فقول له ارسم لي التي مع الواي والتي مع واي واحد والتي مع واي اتنين، نسيت هنا الكومة، شوف الرسمة في فيجر تلاتة اهيت ماشي. وعندي الرسمة الأولانية اللي هي ساين تي فيجر اتنين، وديت فيجر واحد. بس في حاجة هنا اللي هي واي اتنين مش باينة او مش مظبوطة، لان واي اتنين شايف واي اتنين واحد ساين واحد ناقص نص، فانا غلطت في واي اتنين، المفروض واي اتنين تطلع معاهم زيهم يعني، او يعني ايه من نفس النوعية. فتعالى نصلحها، خلي واي اتنين بكام، بتي ناقص نص مش واحد ناقص نص، معلش. بعد كده هحط امر بلوت بتاعي اهو، نشوف الرسمة هيطلع التلاتة زي الثري فيز في الكهرباء بالظبط. ممكن نخلي مثلا بينهم ازاحة معينة ونعمل شكل للثري فيز وطلعهم تلات الوان مختلفين ماشي. طبعا في الرسم الاولانية كان راسم لي ساين واحد ناقص نص، فكان خط مستقيم كان باين هنا كده. يبقى كده اتعلمنا ازاي نرسم ايه اكتر من رسمة.